صن عليه اخوان فاندرفارت. كما ترون اخوان توصلت هذا الصباح بحساب احد المتابعين حصل فقط على ستواشكوف من باكج الايبيك المتواجد داخل اللعبة، وقال لي جرب لي ثغرة جديدة لحصولي على لاعب ايبيك، كذلك انتم جربوا هذه الثغرة ان شاء الله لما لا يكون من نصيبكم لاعب ايبيك جديد. المهم اخوان، ولا تنسى ان تكتب لي في التعليقات كم من لاعب ايبيك تمتلك في حسابك هذا. بالنسبة لي اول خطوة الدخول عند اللاعب ماريا، مرتين عند اللاعب فاندرفارت هكذا اخوان، ثم نفس الشيء عند المهاجم ستواشكوف كما ترون مرتين كذا. بعدها يا اخوان سوف ننتقل مباشرة عند اخر لاعب موجود في الباكج، ثم سوف ننتقل مباشرة عند دينيلسون مرتين، نفس الشيء عند اللاعب فولينتون كما ترون، ثم يا اخوان سوف ننتقل مباشرة عند اللاعب روبرتو كارلوس ثلاث مرات كذا يا اخوان، مرة ثانية ثم المرة الثالثة. سوف ننتقل عند ستواشكوف للمرة الثانية، نفس الشيء عند فاندرفارد، ومرتين عند اللاعب كافو كما ترون اخوان، ثم مباشرة سوف نقوم بالرجوع واللف باللفة المجانية لهذا اليوم. وبهذا اخوان وكما ترون هنا حصلنا على لاعب ايبيك بوستر. سوف نرى اللاعب الذي حصلنا عليه اخوان فاندرفارد.